مشتاق بالمناسبة له. واحنا بنتكلم في قضايا الحب دي، على فكرة ده حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل لما سيدنا أبو بكر يقول لابنه طلق فيطلق أبو بكر، أنا أبويا أبو بكر، يقول له طلق يعني أعمل إيه أكتر من كده يعني، فطلقت، فيقعد يبكي عبد الرحمن لأنه بيحب مراته هو بيحبها، فما كان من أبو بكر اللي هو يقول له ارجع تاني مرة ليه تاني، ما ينفعش، هو الراجل ده عنده مشاعر، ما تزودش في القيود وما تشددش عليه قوي، ولما يكون عنده ألم ما تقللش منه، هو في الآخر مشاعر، مش أنت اللي متجوزها، ده هو اللي متجوزها. وسيدنا أبو بكر يمر، هو الخليفة، هو الخليفة، فيمر كده فيلاقي جارية عمالة تنشد شعر، الشعر كله غرام، كله حب. تخيل أنا خليفة الحاكم وسامع واحدة بتقول كده، فطرق الباب، أنت مين؟ فقالت له أنا فلانة. مالك؟ فبتقول له والله كذا كذا. فسيدنا أبو بكر بدأ يتكلم، قالت إليك عني يا خليفة رسول الله، يعني أنت مش حاسس بالهم اللي أنا فيه. فسأل مين دي؟ جارية مين؟ هي كانت بتقول إيه؟ بتقول وأنا التي لعب الغرام بقلبها. ده في زمن سيدنا أبو بكر. وأنا التي لعب الغرام بقلبها فبكت لحب محمد ابن القاسم. ده هي بتقول الكلام ده، بتقول للحاكم، بتقول سيدنا أبو بكر الصديق أنا بحب. يا جماعه الحب مش عيب، ده الحب رزق. لازم نقول كده. طيب عارف عمل ايه سيدنا ابو بكر؟ سيدنا ابو بكر راح المشاعر دي وقال لا ما ينفعش، انا هشتريها لانها كانت جاريه، انا هشتريها، فاشتراها واعتقها وقال خد يا محمد بن القاسم يلا اتجوزها. لم يرى للمتحبين الا الايه؟ الا الزواج. ده كلام سيدنا النبي.